تمام. اللغة العربية للصف الثاني، نتقن أصوات الحرف ها. هيا نتقن أصوات الحرف ها بحركة فتحة كسرة والضمة. ها بفتحة هدية، هدية. ها بكسرة هلال، هلال. ها بالضمة هد، 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 هد. مواقع حرف ها في كلمة في الأول وفي الوسط وفي الآخر. ها في الأول حرة، حرة. ها في الوسط لهب، لهب. ها في آخر وجه، وجه. ثم هيا ننطق حرف ها بالحركات الطويلة والساكنة والمشددة. ها بحركات طويلة هاتف، هاتف. بالساكنة قهوة، قهوة. ها بالمشددة طحر، طحر. هيا ننسق حرف ها. ها في الأول هواء، ها في الوسط لهب، ها في الآخرة تنبيه. ثم هيا نكتب التدريبات، التدريبات في كراسة الأمل دلم بوكو اكتيفيتي موكو سورات 50 dan 51. أنتم ممتازون، بالتوفيق والنجاح. مع السلامة وإلى اللقاء. Subscribe, like, and comment. Terima kasih dan berjumpa lagi.